ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا كنت كلمتكم عن فيديو بالظبط المروحه بتاع السقف. ساعات في ناس كتير بتلاقي المروحه عماله تتهز شمال ويمين وفوق وتحت وما تبقاش عارفه ايه السبب، وبتعمل صوت. وزي ما احنا شايفين المروحه دي بتبان قوي في بدايه التقويم، يعني احنا شايفينها هتلاقي المروحه عماله ايه، عماله تنهز اهي وتتطوح اهي، وما تاخد سرعتها تعمل تنها تنهز. طبعا الهزة دي بتأثر على العمود اللي موجود ده، وبتحصل كوارث إن المروحة ممكن تقع من كتر الهز، ممكن تنحل المسمار بتاع التعليق سواء اللي تحت أو اللي فوق، تلاقي المروحة سقطت لا قدر الله على أي حد. فأنا أعرفك السبب اللي بيخلي المروحة دي إيه تتهز بالطريقة دي، وأنت اللي هتعمله. طبعا الهزة دي بتختلف من مروحة للتانية على حسب الظروف اللي تعرضت لها. السبب الأساسي والرئيسي بتاع هز المروحة بالطريقة ديت وأكتر من كده كمان بسبب إن الريش بتتعوج. طبعا المروحة دي 3 ريشة، الريشة دي ممكن تتعوج سواء لفوق أو لتحت نتيجة عوامل، مثلا نتيجة النظافة، حد بيطلع ينظف المروحة، نتيجة خطأ في التركيب، نتيجة أثناء التجميع ممكن تتعوج منك وأنت مش واخد بالك. فنتيجة عوجة الريشة ديت سواء بتتورب شمال أو يمين أو بتطلع فوق أو تحت، ده بيأثر على الاتزان بتاع المروحة، وبتلاقي عمالة تتهز شمال أو يمين. شايفين بتتطوح ازاي؟ طبعا في حاجات، في مراوح بتتطوح أكتر من كده بكتير. فاحنا دلوقتي هنعالج الموضوع ده. انا دلوقتي واقف جنب الريشة ديت مسطرة اهي، انا طلعت جنبها اهوت، جبت مسطرة زي ما قلت لكم اهي، ديت مسطرة وهنقيس على هنا، ده مرحلة القياس اهو. فلو جينا نقيس هنا كده ديت اهي، الريشة الاولانية عند 31، نشوف الريشة التانية اهي، بص كده فين اهي، تقريبا 29 اهي. طب اللي بعد كده اهي 31 برضه كده، 31.5، يعني احنا ممكن نخليها كلها على 31. طبعا هظبط على 31 كلها، انا دلوقتي ظبطتها كلها على 31، يعني كده الريشة ديت اهي 31، هي الريشة التانية اهي 31، الريشة التالتة اهي 31. هنجربها بقى. شايف المروحة كده بعد ما اتظبطت؟ طبعا وهي على أقل درجة بتبان أوي أوي أوي، خاصة وهي قايمة لسه كده مقومة اهوت. فمع السرعة البطيئة بتبان جدا زي ما احنا شايفين كده، وهي قايمة المروحة ثابتة وهي شغالة برضه المروحة ثابتة اهي. الفكرة كلها ان انت بتجيب مسطرة وبتحطها في قلب السقف بالطول زي ما احنا شايفين كده، ما عندكش مسطرة ممكن على حتة خشبة طويلة زي ايد مقشة او حاجة قديمة، وبتبدأ تحط علامات على الـ على الـ علامات بالقلم الرصاص على حتة الخشبة، بتشوف كل ريشة مكانها فين على حتة الخشبة، وبتختار منطقة توسطن عليها الريش كلها بحيث كلها تعدي من نفس العلامة، سواء بديت نرجع فوق شوية أو بتنزلها لتحت حبة لحد ما الريش كلها تعدي بنفس العلم بالظبط. ولو بالمسطرة بيبقى أحسن، على أساس أنت بتبقى عارف رقم تخلي كل الريش مظبوطة على الرقم ده. لقيت زي ما عندي، لقيت عندي كده 29، 31، 31 أو كده، يعني سنت فوق سنت تحت، نص سنت فوق نص سنت تحت. أنا بحاول بخليهم كلهم شبه بعض، اخليهم كلهم عند 30 مثلا او كلهم عند 31، المهم ان ما تبقاش في ريشه مرفوعه عن ريشه او اوطى من ريشه. في الحاله دي المروحه الاتزان بتاعها بيبقى تمام، وتلاقيها ثابته زي ما انت شايف كده، ما بتتهزش
لو انت معلقها في فتلة تلاقي المروحة ثابتة وما تتهزش. مش تقول بقى هي بتتهز عشان خاطر المسامير بتاعتها سايبة ولا حاجة، لا ما بيبقاش عشان المسامير، بيبقى عشان الريش بتاعتها فيها عوجة، وأقل عوجة بتعمل الهزة دي. وزي ما انتم شايفين كده أنا بصور إيه مباشر اهوت، مفيش أي هزة، ثبات عالي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أرجو إن أنا مكونش ضيف تقيل عليكم. أهم حاجة متنساش تعمل لنا إيه، لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.